السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم صن ستايل فاشن. المهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي أبنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم للاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم على أساس نقدر نوصله لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله هتستفيدوا منه. المنتول اللي قدامي دوت ماشي، هو طويل. اول حاجه اللي بالنسبه للموديل طويل اهو للارض، ابعاده او التفاصيل بتاعته لو احنا نبدا نشوفه كده عن قرب. تمام، اول حاجه هتبقى معايا في قصه هنا ماشي ماشية اهي كده من الجنبين. القصة ديت هتبقى ورا وقدام، القصة دي تبقى ايه ورا وقدام. طالما سمعت كلمة قصة يبقى على طول ازود احط في دماغي 3 سنتي على المقاس لكل جنب. قيمة ايه؟ قيمة القصة دي، قيمة ايه؟ القصة دي. تمام او كده، يبقى دي اول نقطة ماشي. ايه تاني؟ سوستة طولية من اول فوق لغاية ايه؟ قبل تحت كده بحوالي كام؟ بحوالي 15 سنتي اهي. الجزء التحتاني اهو ب15 سنتي ايه؟ من تحت اهي. تمام؟ ادي اهي. ماشي؟ دي كده ايه؟ الجزء اللي ايه؟ المفتوح قدامي في المنطوق. تمام؟ يبقى ادي بانت قدامي اولا الخطين اهم، القصتين اللي واخدين عرض كده والسوسته بالفتحه بتاعتها. يبقى ديت اول حاجه في التفاصيل الطوليه بتاعت ايه؟ بتاعت المنتو ده. اول حاجه في التفاصيل الطوليه بتاعت المنتو. تعال بقى نبص لفوق هنا اهوت. تمام. هلاقي ايه؟ ادي حرده الكم معاك ماشي، في قصة عرضية أو بنسميها صفرة أهي ماشي. السقوط بتاعها من أول هنا لغاية هنا مش هيتعدى 18 سنتي، يعني نهايتها هنا هيبقى كام؟ 18 سنتي. نبقى عارفين إيه الكلام ده كده كويس ماشي. يبقى أول حاجة بالنسبة للتفاصيل الطولية كان في قصتين أهم ورا وقدام السوستة ماشي. الصفرة دي هيبقى في زيها ورا، هي مش باينة بس أنا أتخيل إن في زيها ورا، بس مش هيبقى فيها إيه الجنصين دول، هيبقى واحد بس، هيبقى واحد بس عشان نبقى عارفين. يعني هتبقى كده بس من ورا والقصة موجودة تحتها برضو. تمام، الجنصين دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن كردون زي اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. يعني هيبقى فيه جزء فيه كردون كده واخد حبل جواه اللي هو بتاع المكرمية او الإيطان. تمام، الناس اللي القديمة معانا عارفة الكلام دوت، واحنا هنوريه لكم يعني بيتعمل ازاي تاني ماشي. من نفس القماش وداخل في الصفر. طب انت عندك الصفرة هنا فيها كم قصة؟ فيها قصتين، ادي واحد اتنين. على طول اخلي بالي ان في دي هتشبك مع دي، يبقى هزود الطول بتاع الجزء التحتاني ده سنتي ونص. تمام، طب هنا كام؟ قلت لك دي 18 صح؟ 18. القصة الوسطانية دي سمعت كلمة قصة اروح مزود 3 على طول، اروح مزود ايه؟ 3 على طول. يبقى دي 18 و3 21. طب في ايه تاني؟ في سنتي ونص هنا، لان طب ما قلتليش ليه هنا 3؟ لان في سنتي ونص انا قلت لك هنزوده في التحتاني هنا. يبقى ايه؟ 18 و3 21 وسنتي ونص هنا كام؟ يبقى 23. طب في سنتي ونص تاني في خياطة الكتف هنا، يبقى دي طولها عشان اقصها تبقى 24 ونص معايا. ارجو ان انت وانت تعرفي التقسيمه بتاعت ايه
بتاعت المقاسات اللي انا قلت فيها في السفرة هنا. تمام، سفرة قلت لك 18 قصة 3، تمام، هنا هو قصة تاني 3، بس التلاتة هنا متقسمة على ايه؟ سنت ونص هنا وسنت ونص هنا، بقت ايه؟ 18 وتلاتة يبقى 21 سنت ونص، ها؟ 21 يبقى 22 ونص، سنت ونص تاني هنا هوت يبقى 24 مش 24 ونص. ماشي، انا كنت ايه هناك حسبتها 24 ونص، لكن هنا 24، عشان تصفي معايا كام؟ 18. ورا هتبقى كام بقى طولها؟ لا ورا هتختلف، لان ايه؟ القصة دي مش هتبقى موجودة. يبقى ال 18 سنت ونص وسنت ونص، يبقى هتبقى طولها ورا هيبقى كام؟ قصتها ورا هتبقى كام؟ هتبقى 21 بس. ماشي، جيب جنب هنا هوت، جيب شق، بس ايه وجه الخلاف اللي احنا هنخلفه عن الموديل؟ ان انا هعمل نفس السوستة دي في الجيب هنا، يعني الجيوب هنا هتبقى سوستة برضو. ماشي، نفس السوستة، السوستة هنا هتبقى سودة، هيبقى الجيوب هنا هوت سودة. ماشي، دي كده تفاصيل الايه الموديل نفسه، كده تفاصيل الموديل نفسه. ماشي، بينتهى لك من الخلف ومن الامام. اللي هنا هو هاف كول عالي شوية، هاف كول على بيتو، ده البيتو اللي احنا بنقول عليه الحتة ده هي، او بمعنى اصح الكرسي اللي هنا اللي اللياقة دي بتقعد عليه، دي كده دي اسمها بيتو. ماشي، كم عادي خالص، الجيب، الحزام هتبقى فيه لكس للحزام هنا هو كده الموديل كاملا بابعاده. طب انت هتعمل الموديل بنفس الهاف كول دوت؟ لا انا مش هعمله بنفس الهاف كول دوت، انا هعمله كابشو. هعمله بايه؟ بكابشو. يبقى شرحنا الموديل كله وقلنا التعديلات عليه، ان الجيب هيبقى سوسته بدل الهاف كول هيبقى ايه؟ كابشو. الكابشو ممكن يكون بنفس البتو وممكن يكون من غير، خلي بالك، كابشو ممكن يكون بنفس البت وممكن يكون من غير، والافضل ان هو يكون من ايه؟ من غير. تمام، كده المقدمه بتاعه الموديل بس بينتهى لكم. وغير كده بقى الخامه اللي احنا هنشتغل فيها قطيفه، ففي كلام كنا احنا بنقول عليه هيبان لنا في الايه في اثناء القص. ما تنسناش من الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بطلبه منكم على اساس ان احنا عملنا اللي علينا بقدر الامكان، وانت تحاول تعمل اللي عليك ان انت توصل الكلام دوت لحد. ماشي، ما بزعجكش انا في وسط الفيديو واقول لك اعمل لي اعجاب لا، دي حاجه اصلا راجعه لك انت. ماشي، لان احنا اهم حاجه ان احنا نسيب ذكرى طيبه من ورانا الناس تدعي لنا بيها، مش القصد في الدنيا، القصد ان هي تنفعنا ايه في الاخر. الدلع على الخير كفاعل الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد إذن حضراتكم إحنا هنقف لغاية هنا على أساس إن الفيديو ما يطولش مننا، ويبقى فيه تشعب في المسألة نفسها، وهنكمل في الفيديو اللي جاي، هنكمل على المكان اللي إحنا وقفنا فيه بالظبط إن شاء الله. يعني هربط لكم ما بين الاتنين وبعض، بس على أساس إيه؟ إن كم المعلومات اللي إنت بتبقى واخدها في فيديو واحد لو تراكمت على بعضيها هتبص تلاقي ان انا ايه مش قادر استوعب اي شيء. فنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بيكون من حضراتكم على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك استفدتم منه ان شاء الله. الدلع على الخير كفاعل، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. الاشتراك في القناه، الاشتراك في الصفحات، الاشتراك في القناه البديله، الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.